يبدأ الفيلم بعرض منطقة سكنية جميلة وهادئة، حيث يبدو أن الأسرة التي تعيش هناك هي عائلة مثالية، سعيدة ومزدهر مادياً. اسم الزوج دونا واسم زوجته مينان، لديهم طفلان اسمه أليسون وأندرو. في هذه العائلة، تهيمن مينان بموقفها المتسلط وكل ما تقوله يجب اتباعه. الزوج والزوجة العلاقة جامدة للغاية ويجب برمجة كل شيء حسب إرادة مينا. الأيام هم الذهاب بعيداً عن البهجة أو الحميمية بالطريقة التي يجب أن تكون عليها الأسرة السليمة. في الواقع، تشعر مينا بعدم الأمان المفرط تجاه أطفالها، حيث تطلبهم أن نكون رابحين دائماً في كل شيء، حتى لو كان لابد من تحقيق ذلك بطريقة سيئة. أي شكل من أشكال سيكون الانتهاك أو العصيان قاتلاً، وسيواجهون عقاباً شديداً منها. في الواقع، يشعر دونا بالاكتئاب الشديد وليس سعيداً بهذا الموقف، إلى جانب ذلك مينا التي ترفض في كثير من الأحيان أن تتصالح معه. هذا لأن مينا شخص ذو تطلعات عالية، وهي أيضاً شخص يقوم بجدولة كل شيء بدقة. تجد مورفي، الشخص الذي هرب من المنزل في وقت سابق. يمكننا أن نرى أن مورفي يتابع سيارة دونا من الخلف، والفيلم ينتهي خلال الاعتمادات بأصوات مثل دونا مرتين من قبل مورفي. يرجى إعجاب والاشتراك في هذه القناة. نحن بحاجة إلى دعمكم للحفاظ على عمل هذه القناة. يرجى التبرع في مربع الوصف أدناه. شكراً لك.